انا قلت لازم اجي بستقبلك بنفسي عشان انت وحشاني قوي. وانت كمان يا دكتوره ملك وحشتيني جدا. ازيك يا استاذ جلال؟ طمني عليك. الحمد لله يا دكتوره، معلش احنا تعبينك معانا. هو حد يطول يتعب للقمر ده؟ شهد، دكتوره سميره مستنياكي في العياده الخارجيه. ما تقلقيش انا شرحت لها وضعك، فما تتكسفيش تساليها على كل حاجه. ديل؟ ديل. يلا اتفضلوا معايا. يلا وراهم شوفهم رايحين فين، واي كلمه قالوها تيجي تقولها لي، مش عايز حد يحس بيك. يلا. انا؟ امال مين يا غبي؟ يلا. حاضر يا دكتور، امرك. مالك يا شهد؟ بابا انا خايفه قوي. ما تخافيش، طمني، انا هقف استناكي بره هنا، مش هتحرك. ما تقلقيش انا هدخل معاك عند الدكتوره وبعدين هسيبك براحتك. تعالي. أستاذ جلال، كنت عايز أسألك، حصل إيه في موضوع شهد؟ قدرت تلاقي ورقة الجواز؟ أو عرفت مين الولد اللي عمل فيها كده؟ الحمد لله ربنا فرجها، واحد جاب لي فيديو لحادثة شهد وهما بيرموها من العربية. فيديو إيه ده؟ إيه؟ ولا إيه تاني؟ فضل يحكي لها على اللي شايفه في الفيديو، قالوا طب ما كده حلو، نبلغ البوليس، قال لها لا، ده الدليل الوحيد اللي معايا. قعد يبص كده حوالين بعض وراحت هي سحباه من ايديه وراحوا خارجين من بره المستشفى. حلو قوي الكلام ده، بيعجبني فيك غبائك. يلا امشي يا انا. امال خالك؟ امشي امشي. حاضر، مش عايز اي حاجه تانية. امشي يا طيب يا باشا. ماشي، السلام عليكم. الو، ايه يا باشا؟ انا عاوزك ضروري جدا جدا جدا. واتش إت.